بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معنا النهاردة موبايل جديد، هو لينوفو A6000. الموبايل جاي لسه ما فتحناهوش. الموبايل إمكانياته هو 5 بوصة، والبروسيسور بتاعه كوالكوم سناب دراجون، سرعته 1.2 جيجا رباعي النواة. الحجم الشاشة 5 بوصة. الموبايل جاي بذاكرة 1 جيجا، وذاكرة داخلية 8 جيجا انترنال ميموري، ممكن تحط مايكرو اس دي كارد 32 جيجا. الكاميرا الخلفية بتاعته 8 ميجا، وليها خاصية الاوتو فوكس، وفيها فلاش من نوع ليد. الكاميرا الأمامية 2 ميجا بكسل، ممكن تركب له شريحتين، والبطارية بتاعته 2300 ملي أمبير. نفتح الموبايل. ادي الموبايل، لونه فضي، وعلى الموبايل جايب جراب للحماية اهو، نكمل بقية العلبة. في سكرين بروتكتور جاي هدية مع الموبايل برضو، والبطارية، البطارية بتاعتنا 2300 ملي أمبير من لينوفو اهي، بطارية 2300 ملي أمبير. طبعا هنا ده ايه الضمان وكتاب التعليمات. بقية العلبة فيها كابل USB to مايكرو USB علشان الشاحن وعلشان الكمبيوتر. بقي هنا الشاحن، بيشحن ب1 أمبير. وفي الهيدفون، الخامة بتاعتها متواضعة. الموبايل حجمه 5 بوصة، السمك بتاعه 8.2 ملي. نفتح ونشغل. طبعا من ورا هنا في الكاميرا 8 ميجا بكسل، والفلاش اللينوفو لوجو، في السماعات من تحت هنا مفيش غير المايك، مفيش حاجة من تحت. من فوق في فتحة الهيدفون والشاحن. من الجناب في زرار الباتون باور وفي الفوليوم باور. زي ما شفنا في موبايل الانفينكس هوت، كانت الزراير موجودة في الباك كفر تمام، وهنا برضو الزراير موجودة في الباك كفر بتاع الموبايل. الموبايل في شريحتين، في اكسترنال اس دي كارد، هنا ممكن تركب ذاكرة خارجية لحد 32 جيجا. نركب ونجرب.
الموبايل وزنه خفيف، وزنه حوالي 128 جرام، ألوانه حلوة، الموبايل بيدعم ال HD، الشاشة من نوع IPS، فيها 16 مليون لون، البي بي اي بتاعته 294، ودي تعتبر إلى حد ما حاجة عالية بالنسبة لسعر الموبايل. سعر الموبايل 899 جنيه. احنا أول مرة نشغل الموبايل هو بيجي عليه أندرويد كيت كات 4.4.4. البروسيسور اللي جاي معاه هو من نوع كوالكوم سناب دراجون، سرعته 1.2 جيجا. الذاكرة الداخلية 8 جيجا والرامات 1 جيجا. والكاميرا الأمامية 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل، ومعها تدعم الأوتو فوكس. من قدام مفيش زراير، كله تاتش، المنيو باتون والباك باتون. والهوم باتون. طبعا موبايل ميد ان تشاينا، مصنوع في الصين، لونه اسود. لو اتكلمنا عن البطارية شوية، البطارية هو الموبايل بيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث، بطارية ساعتها 2300 ملي أمبير. لو هنتكلم 2G أو نستخدمها لشبكات الجيل الثاني، ممكن تستخدمها لمدة 264 ساعة، لو شبكات الجيل الثالث لمدة 22 ساعة أب تو 13 ساعة، 13 ساعة 3G اللي هو توك تايم، يعني توك تايم غير ستاند باي تايم. لو التوك تايم هتاخد بشبكات الجيل الثاني 22 ساعة، وشبكات الجيل الثالث 13 ساعة. لو الستاند اب او الستاند باي تايم هيبقوا الاثنين واحد 264 ساعة. طيب دي صفحة البداية، اختار انجلش سكيب. التاتش بتاعه كويس، دي التظبيطات الأولانية اللي في الأندرويد، ده الوقت والتاريخ. عندي الموبايل اشتغل، الألوان بتاعت الموبايل كويسة خالص، نشوف الأداء والريسبونس. تاتش بتاعه كويس جدا، الريسبونس بتاعه كويس، دي هما حاطين لنا ألعاب ومسطبين السوشيال ابلكيشنز زي الفيسبوك وتويتر والسكايب، كمان كذا براوزر، طبعا في راديو. لو جينا شفنا الكاميرا، طبعا الموبايل فيه خاصية الاوتو فوكس،
الصورة بتاعته كويسة معقولة. نجرب تاني. الصورة جميلة. لو شفنا الموبايل مفهوش الابليكيشن باتون، ان كل الابليكيشن يعني المنيو اللي هنا الزرار اللي بيوديك على الابليكيشن ده مش موجود، هتلاقي كل البرامج بتاعتك بتسطب على الرئيسية زي ما انت شايف، مفيش زرار يوديك على الابليكيشن. تمام. لو جربنا الجيمز نحاول نشوف بس لعبة تانية. شوف سبوي، احنا حملناها دلوقتي. ألوان الموبايل جميلة جدا، نشوف بس أداؤه. الموبايل الريسبونس بتاعه كويس خالص. الموبايل أداء كويس واللعبة سلسة. نشوف الإنترنت. نجرب اليوتيوب. صوت الموبايل نقي بس مش عالي قوي. الموبايل بيدعم الفول اتش دي، الوان حلوة، الصورة جميلة، السرعة بتاعته كويسة. صورة جميلة والأداء بتاعه سلس والريسبونس بتاعه سلس. لو شفنا البراوزنج ايه، التصفح سلس. زي ما انتم شايفين التاتش بتاعه كويس. في النهاية الموبايل خفيف وشيك جدا، ديزاين بتاعه كويس والسكنس بتاعه نحيف، وبسعر جميل جدا 899 جنيه، ده مش سعر اصلا. شكرا ليكم، اتمنى ان تكونوا قدمنا لكم موبايل كويس. السلام عليكم.